بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تستمر مؤسسة مالك الأشتر على طول السنة وبالخصوص في هذا الشهر المبارك بتوزيع السلات الغذائية للفقراء والمساكين، وباسم الإمام الحسين وباسم خدام الحسين وباسم الشعائر الحسينية نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من يتواصل مع مؤسسة مالك الأشتر لدعم الفقراء والمساكين، أولئك الذين لا يحبون الظهور أمام الكاميرات. كل الامتنان لهم باسم الإمام الحسين، وكل الامتنان لكل المتواصلين في مؤسسة مالك الأشتر لدعم الفقراء والمساكين. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم. الشكر لله اولا واخرا، والشكر لسيدنا ومولانا ابا عبد الله الحسين على تلك النعمه الموصوله وتلك المسيره المعطاء. لولا مسيره ابا عبد الله الحسين لما كان لنا وجود، وما كان لتلك الجهود الخيره التي تقدم كل سنه وكل عام، سائلين المولى جل وعلا ان يديمها علينا وعلى جميع الاخوه المشتركين مع مؤسسه مالك الأشتر.
Thank you.